الكلام اللي قلته لك امبارح كان فيه جملة مهمة قوي، حاولي تفتكريها لحد ما اشوفك. ما مشيتيش ليه يا ماما؟ أنا عارف على فكرة، أنا اللي عامل معاك كل ده. إيه ده الله؟ ده إيه الرومانسية دي؟ لا وكمان عنده ذوق، ده كاتب اسمي تحت. الله 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 الله. ده أنت طلع حبيب زيي. بيحبك زي ما بيحب أمك كده بالظبط. لا بس الفرق بقى ان هو عنده 100 سبب، انما انا عندي سبب واحد بس يخليني ما ابعدش عنك. سبب واحد بس؟ ايه هو ان شاء الله؟ انا مش انا وانت مش جنبي. كمان بقيت عبد الحميد حافظ. ايه يا عم احنا هنا ها؟ ايه؟ اه طيب اه. كل بقى اللي حلاوه. الله ولا ليه؟ ايه؟ بلاتيك؟ براحة براحة يا مالو. اه كله رزق العيال. لا ده انا اجيب الموبايل ونتصور. كلمني. نهار ابيض. البلالين دي لما تفرقع هتبهدل الجنينه. فكر في ايه يا بابا؟ بقول لك يا اكرم، ازاي تسيبه كده في الجنينه لوحده طول الليل؟ لوحده ايه؟ هو نافخ معاه نص البلالين دي، وبعدين لما خلصنا قلت له تعالى خش نام جوه شويه، هو اللي مرضيش. مرضيش؟ الحمد لله كان هيسرق الشنطه. ايه اللي انت عملته ده؟ انا قلت لك ان في 100 سبب يخلوني ما اقدرش ابعد عنك. انا كذبت عليكي، دول 99 بس. في سبب ما رضيتش اقوله غير لما عيني تيجي في عينك. مفيش حاجه تتقال قصاد حبك. بحبك.